مرحبا بكم في بروجيكت. انا سميتي محمد وكندير فيديوهات ديال البريكولاج. كنوريكم كيفاش درت تقادو بزاف ديال الحوايج بطريقه سهله ورخيصه. الا كانت هذه اول مره غادي تشوفني دير سبسكرايب وما تنساش تبرك على الجرس باش يوصلك الجديد. في هذا الفيديو هذا غادي ندير ريفيو انبوكسين لهذا السوفت بوكس هذا اللي رخيص عاد كي خديته، وهذا البوله ليد اللي غادي نبروشيها في هذا السوفت بوكس باش نضوي بها. غادي نخلي لكم كاع لي ليان ديال هذا لي برودوي هادو اللي غادي ندير عليهم انبوكسين وريفيو في هذا الفيديو هذا. اللي بغى ياخذ شي حاجه السوفت بوكس كيجي على هذا الشكل هذا، فواحد الميكا مغلف وعليه واحد اللعيبات هكا باش يبروتيكتيوه شويه. هادشي اللي كاين حيدت هذوك الميكات. والمهم هذا هو الصاك ديال السوفت بوكس كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نجبدو من الداخل. هادشي اللي كيجي فيه من الداخل، كيجي هاد اللعيبه هادي اللي كتلصق القدام باش كتخرج الدوسو، فيها 70 سنتيم على 50 ديال السنتيم كيف ما كتشوفوا. ها هي هذا هو السوفت بوكس ديالنا. هنا يوني كيلصق في ستاند في هاد البلاصه وكتزير عليه هنا. ممكن تلصقو بحال هكا وممكن تلصقو بحال هكا. البلان اللي ما عجبنيش هنايا هو انه الا لصقتيه هكا تقدر تطلع وتهبط، ولكن الا لصقتيه هكا كتقدر غير تدور لهاد الجهه وهاد الجهه ولكن ما تطلعش وتهبط. هذا هو البلان اللي ما عجبنيش في هاد السوفت بوكس. فاش كتبغي تحلو كيخصك تحل هادو وكتدخل هاد اللعيبه هادي هنايا في هاد البلاصه. اتس ايزي تو دو كيف ما كتشوفوا. هانتوما هذا هو السوفت بوكس هنايا من الداخل. الماتيريال ديالو زعما مزيان، الخياطه فيه مزيانه ماشي شي تخربيقه. فيه غير بوله وحده هنايا لداخل. الا كنتو ما بغيتوش تخدموا بحال كيما ندير انا بهذه البوله ليد، غادي خاصكم تاخذوا واحد اللعيبه بحال هذه فيها المهم هذا بحال شي سليتر ولا شي حاجه كتعطيك 4 ديال البولات. كاينه ديال 4، كاينه ديال 2، كاينه ديال 3، نتوما على حسب شنو بغيتو ديرو. بالنسبه لهذا السوفت بوكس كنت خديتو ب 17 دولار تقريبا 170 درهم. كان في بروموسيون دابا راه دايرين 200 درهم. هذا ليد لايت كيضوي بباور ديال 60 واط، ولكن زعما ما كياخذش هذيك الانرجي كاملين لحقاش مقدم لي ليد. كيف ما كتشوفوا راه كبير بزاف، كاين اللي كبر من هذا، كاين ديال 80 واط، كاين ديال 120 واط، ولكن غاليين. هذا خديته تقريبا 100 درهم. هذا تيصلح الفيديو وما فيهش الفليكرين ديال ليماج ولا شي حاجه، يعني فاش كتبدل الشاتر سبيد ولا شي حاجه كيبقى كتبقى لك ليماج كما هي، والضو ديالو مجهد بزاف. حيت جربته وعرفتي ليترلي الضو ديالو مجهد بزاف. انا غادي نجربو لكم بلاتي فاش نلصقو في سوفت بوكس. بالنسبه للترايباد ما شريتوش، كان عندي كيف ما كتشوفوا هذا غير ترايباد عادي من دوك اللي رخاصين. حيت ليه الراس ديالو هنايا ممكن نلصق ليه سوفت بوكس ديريكت هنايا ونزيرو من اللور، ولا زدت ليه هاد الحديده هادي باش الا بغيت نطولو اكثر كيولي طويل كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نجرب لكم السوفت بوكس باش تشوفوا كيفاش كيجي الضو ديالو وهذاك الشيء. المهم غادي نبرونشي هاد الليد هنايا عادي كيفما اي بوله. الضو اللي كنخدم به هنايا في البيت كاين واحد اللعيبه الفوق حتى هي ديال الليد طويله، وكاين الشرجم على اليسر ديالي، وكاين بوله مورايا. سو غادي نحط فيه هذاك الضو اللي قدامي وغادي نسد الشرجم، غادي نخلي غير السوفت بوكس من اليسر، وغادي ندير واحد الريفليكتور هنايا. ريفليكتور غير عباره عن واحد التوب بيض اللي عادي ريفليكت شويه الضوء للجهه ديالي هنا باش ما تبقاش هاد الجهه هادي مظلمه بزاف. هذا لصقت السوفت بوكس بلا هذيك اللعيبه اللي كتلصق القدام ديالو. بغيت نقول لكم بلي قبيله كنت كنصور ب 30 في الشاتر سبيد و 3.5 في لوفيرتور ديال لوبجيكتيف و 800 في الاي اس او. هذوك جوج الاولى ما بدلتهمش، تبدل غير الاي اس او ولا 200. هذيك البوله اللي ملصق ليه مجهده بزاف كيف ما كتشوفوا، والضو هارش على الوجه ديالي وكاين ظل ورايا كيف ما كتشوفوا. ها هو هنايا كاين ظل ديالي في هذه البلاصه هذه باين، والظل ديال البوله وديال الجيتار حتى هو باينين مجهدين في الحيط. دابا غادي نلصق هذيك اللعيبه ديال السوفت بوكس القدام ونشوفوا الشكل ديالو كيفاش غادي يرجع. هذا هو الضو بالسوفت بوكس يعني بهذيك اللعيبه اللي لاصق القدام. كيف ما كتشوفوا ظل اللور ما بقاش هارش وباين مزيان في الحيط. من بعد ما تشيكيت هذاك الشيء اللي صورت صراحه عجبني بزاف هذا السوفت بوكس هذا، وغادي ناخذ واحد اخر بحالو، وغادي ناخذ حتى هذيك الليد اللي داير فيه الداخل باش يكون داك الشيء يتسماتش. جوج ديال لي غومارك، وحده اللي عجبني فيه بزاف هو انه كومباكت، يعني ما كتحتاجش كل مره تبقى تخشي هذوك الحديدات وتبقى تقلب عليهم الى تلفات لك شي وحده ولا، كلشي داخل تمايا كتجمعو في بلاصه وحده وكتخشيه في الشكاره ديالو. بالنسبه للشكاره اللي ما عجبنيش فيها هي انه من الاحسن كون داروا فيها شي سمطه باش تقدر تبقى تهز بظهرك ولا شي حاجه. بالنسبه لهاد اللعيبه هادي علاش انا خديتها باش نوريكم. زعما الا كنتو ما بغيتوش تاخذوا هذاك الليد اللي غالي تقدروا تشريو هذوك اللامبس العاديين اللي بويض وديروا هنايا مثلا جوج، الا خديتو ديال جوج ولا ثلاثه.
ولكن المشكل في هذوك انهم كيسخنوا بزاف، ولا كان عندك البلاصه مسدوده بحال انا عندي هنايا في البيت غادي تولي عندي الحمام. حتى اللي ما بغاش ياخذ الضو بيض راه كاين وورم وكاين كولد وايت. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. الا بغيتو تشجعوا هاد لاشين هادي راه كاين واحد اللي تحت اللي بغى يدير شي دونيشن ولا شي حاجه باش نقدر نطور اكثر من المحتوى وندير لكم بزاف ديال الحوايج. وما تنساوش تشجعوني بجيم وبارطاج وتابوناو في لاشين ونشوفكم فيديو الجاي. تهلاو، peace.